ياه، يا مين يصدق إن المنطقة دي كلها كانت في الأصل جزيرة وسط النيل اسمها جزيرة الفيل. ومع الزمن وعوامل التعرية اتصلت الجزيرة بالأرض وكونوا حي شبرا ورود الفرج. في المكان ده كانت المينا، مينا الغلال، المركز الرئيسي اللي بيتجمع فيه التجار والبحارة اللي جايبين الغلال وبلاليس العسل والبلح من الجنوب عشان يبيعوا ويشتروا في الشمال. ولخدمتهم اتعملت تعريشة من البوص وجذوع النخيل عشان يقعدوا يستريحوا ويشربوا شاي، في الآخر يدفعوا شوية قمح ولا تمر. شوية بشوية اتطورت الخدمات وتحولت التعريشة لدكك، والشاي بقى مع الفول والجبنة القديمة والعيش الشمسي، وكترت الزباين وزادت حجم التجارة، وبقى الاسم سوق الغلال، سوق نار على علم. وفي سنة 54 اتنقل السوق من الكورنيش لمنطقة الساحل اللي احنا فيها دلوقتي، ولسه المكان قريب من النيل وشايل حلاوة زمان.